السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحة غذائي. اليوم إن شاء الله سنتعرف على توابل من التوابل التي نستعملها في الطعام وكذلك في الطب، وهذا التوابل معروف عند الجميع وهو الكمون. يعتبر الكمون ثاني أكثر التوابل شعبية في العالم، وهو نبات مزهر موطنه الأصلي بلاد آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهو على شكل بذور مجففة أو مسحوق. وبغض النظر عن استخدام الكمون في تنكيه الطعام، فقد استعمل طبيا للمساعدة على الهضم وكبح السعال وتخفيف الألم ومكافحة الأدواء وخفض ضغط الدم. الآن ما هي القيمة الغذائية للكمون؟ القيمة الغذائية للكمون تتجلى في احتوائه على البروتين، أي قليل من البروتين والدهون والكربوهيدرات والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة. ما هي الفوائد الصحية للكمون؟ الكمون ينظم عملية الهضم، حيث يحتوي الكمون على مكونات تساعد على الهضم وتخفف من المشاكل الطارئة التي تتعرض لها المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون. ويساعد الكمون على طرد الغازات خصوصا لدى الأطفال الرضع، ويستفاد من الكمون في علاج عصري الهضم والغثيان أثناء الحمل. كما يخفف الكمون من أوجاع المعدة ومن حدة إسهال الحد ومن أعراضه المتلازمة القولون العصبي، فالكمون فعال للغاية في تحسين أعراض تلك المتلازمة مثل الغثيان والمغص والغازات البطنية. وحتى رائحة الكمون ذاتها تفيد الجهاز الهضمي، لأن زيت الكمون الطيار يحتوي مركبا عضويا أساسيا يدعى الكوميلادهايد، ينشط الغدد اللعابية في الفم مما يسهل من عملية الهضم. وأيضا يوجد في الكمون مركب التيمول الذي يحض على طرح إفرازات الصفراء والأنزيمات المسؤولة عن الهضم الكامل في المعدة والأمعاء. كذلك من الفوائد التي نستفيد منها من الكمون أنه يقوي جهاز المناعة. يحتوي الكمون على مجموعة من العناصر الغذائية التي تساهم في شكل أو بشكل آخر في دعم حصانة الجسم. من بين هذه العناصر نذكر مثلا فيتامين سي وفيتامين أ والحديد والمضادات الأكسدة وغيرها، فهذه كلها تعمل منفردة أو مجتمعة على دعم المنظومة المناعية لمواجهة الأمراض التي تتربص بأجسامنا. فعلى سبيل المثال الحصر يحفز فيتامين سي من وظيفة كرية الدم البيضاء، ويساعد على التخلص من الجذور الحرة التي هي سبب العديد من الأمراض. كما أن الكمون يعالج في علاج الربو والتهاب الشعاب الهوائية. يحتوي الكمون على مزيج مثالي يتألف من مادة الكافيين عامل محفز والزيوت العطرية وهي عبارة مطهرة، مما يجعله يصيب هدفين في آن واحد، إذ يعمل المزيج كمضاد للاحتقان ومقشع أي طارد للبلغم، ما يعني أنه يخفف من الاضطرابات الملازمة لداء الربو والتهابات التنفسية. إذا فهو يساعد في طرد البلغم والمفرزات المخاطية من الجهاز التنفسي عن طريق العطس والسعال. كما أن الكمون يساعد على إنقاص الوزن، فالكمون قد يكون نافعا في خفض الوزن. ففي دراسة شملت مجموعة من البالغين الذين يعانون من زيادة في الوزن، قسم هؤلاء إلى مجموعتين، الأولى أعطيت دواء الكمون، أما الثانية فأخذت دواء وهميا. وبعد مضي 8 أسابيع وجد الباحثون أن أعضاء مجموعة دواء الكمون سجلوا انخفاضات ملحوظة في الوزن، مع هبوط كذلك في مستويات الكوليسترول الضار والشحوم الثلاثية تريغليسيرين، وارتفع مستوى الكوليسترول النافع. كذلك يساعد الكمون في محاربة التوتر، قد يلعب الكمون دورا مساعدا في مقاومة التوتر، وذلك أن الكمون يحتوي على العديد من المضادات الأكسدة القوية والتي تمنع هذا المشكل. كذلك يحارب نزالة البرد، تساعد الزيوت الأساسية التي يحتوي عليها الكمون في مقاومة الفيروسات التي تقف وراء نزالة البرد الشائعة. وأيضا يساعد الكمون على منع تطور السعال نحو الأسوأ، لأنه يساهم في التجفيف المخاط الزائد. فالكمون يقوي جهاز المناعة الذي يحول دون إصابة جسمنا بالحالات الالتهابية. كذلك الكمون من فوائده أنه يقوي الذاكرة ووظيفة التذكر. فالكمون غني بالحديد الذي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى مختلف أعضاء بما فيها الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كفاءة الذاكرة والتذكر. كما أن الكمون يفيد كذلك من إضرار الحليب عند الموضع. يحتوي الكمون على مادة التيمول التي تساهم في زيادة تدفق الحليب لدى النساء المرضعات. كما أنه يفيد كذلك في البشرة، يحمي الكمون البشرة من التهابات الفطرية والميكروبية، نظرا
لخصائصه المطهرة والمضادة للفطريات والشياطين، ويشعركم باحتوائه على فيتامين أ الذي يحافظ على نضارات البشرة ويحارب علامات الشيخوخة الناتجة عن تقدم في السن. وأخيرا، ما هي مخاطر وأضرار الكمون على الصحة إذا بالغنا في استهلاكه؟ إن استهلاك الكمون في الطبخ مادة آمنة ولكن في الحدود المتعارف عليها منذ القدم، ولكن هناك من يعاني من حساسية بسبب الكمون، فمن الأفضل تجنبه. وهناك من يعاني من الغثيان والدوار والآلام في المعدة بعد تناول الكمون وهم قليلون. كما أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من السكري، خصوصا أولئك الذين يتناولون الأدوية الخافضة للسكر، أن يستعملوا الكمون بحذر، لأنه قد يتسبب في حدوث عدم استقرار مستوى السكر في الدم. كذلك، كيف نستخدم الكمون؟ يفضل شراء بذور الكمون صحيحة وغير مطحونة، لأن طحنه يذهب ببعض محتوياته خصوصا الزيت الطيار، ويحفظ الكمون في وعاء محكم الإغلاق بعيدا عن الضوء والحرارة. وأفضل طريقة للاستفادة منه لأجل الوقاية هي تحضير مستحلب الكمون، وهي وضع بذوره وحبوبه في وعاء وإضافة الماء الساخن إليه وتركه لمدة قصيرة، ومن ثم شربه على شكل مستحلب. أما غلي الكمون في الماء فليس مفضلا، لأنه يفقد أو تضيع منه المركبات الطيارة والتي هي مفيدة للصحة. وحتى لا أطيل عليكم، أشكركم على المتابعة، وإلى موضوع آخر جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم.